بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Each letter and example. We said عين عنب، عين عنب، عنب grapes، عين عنب، غين the نقطة above، غين غزال، 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 غين غزال، غزال the deer، غين غزال. فاء فراشة، فاء فراشة، فاء فراشة. The butterfly is فراشة، فاء فراشة. قاف قلم، قاف قلم، قاف قلم. The pen. كاف كرة، كاف كرة، كاف كرة. The ball. لام ليمون، لام ليمون، لام ليمون. The lemon. عين عنب، غين غزال، فاء فراشة، قاف قلم، كاف كرة، لام ليمون. Next إن شاء الله we will explain this is calf. It will be when it will be a single or independent, and the way to write calf when in connected with other letters comes first or in the last. إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.